السلام عليكم، مساكم الله بالخير متابعين كراج عالم التجديد. ركز معاي وشوف الفيديو وتابع للنهايه اخوي. مركز والله مركز مركز مركز. يلا نبدا. طبعا الموتر 2011 من جده 2021 من الداخل والخارج، وصلنا من السعوديه. الموتر يحتاج تبديلاتات اماميه، الشبكه امام، الدعاميه كامل، المداقر، الكبوت، كفرات المناظر، الدواسات، القياطين، يدات الباب. طبعا ديكور الباب تبديل كامل، تبديل السكان، تبديل الطبلون بالكامل مع الشاشه، ديكور الجير، عصا الجير، السايد بنحوله من عادي الى كهرباء، بنبدل الدرج كامل، الكشنات، السقف، الارضيه، الكشنات الخلفيه كامل. طبعا المدقر الخلفي نفس ما ذكرنا لكم قبل انه يتم تبديله، مو قصد تبديل، تبديل اسطوانات خلفيه، الدبه الخلفيه، الدعاميه الخلفيه كامله، قاعده اللوحه، جامات الخلفيه، الرنجات. هذا الموتر بعد ما شال طبلونه. طبعا هذا موتر ثاني بس نوريكم ان الطبلون كامل يتبدل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الموتر بعد ما تم تجديده من 2011 الى 2021، عسى الله يبارك له بحلاله، ونشوفكم بالتعليقات ورايكم يهمنا متابعينا. طبعا تم تبديل الليثات الاماميه، الشبكه الامامي، الدعاميه، الكشافات، المداقر، الكبوت، الرنجات. طبعا الرنجات اللي قبل مقاس 20 تم تحويلها مقاس 21، تبديل كفرات المناظر مع الاشارات، تبديل الدواسات، تبديل القياطين. حق الناس اللي قاعد تسأل عن يد الباب، تم تبديل يد الباب.